خلونا نبدأ مع حضراتكم الأول جولة في أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأ جولتنا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية. رمسيس، الشوارع هناك بتبدأ تشهد بعض الكثافات المرورية اللي هتبدأ تقل لحد ما نوصل لغمرة. بالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. هنروح مع بعض لمحافظة الجيزة، تعالوا نشوف كده الطريق الدائري اللي بيشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند النزلات، بخصوص محور 26 يوليو فبيشهد سيولة مرورية، لكن الطريق المتجه للمهندسين هنلاقي فيه بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لحد نادي الزمالك. هنروح مع بعض لشارع فيصل، هنلاقي فيه كثافات مرورية والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة، وطبعا ده شيء طبيعي في الوقت ده. نروح مع بعض محافظة الإسكندرية، في كثافات مرورية عند كوبري استانلي على طول الكورنيش، وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في بعض الكثافات المرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية مع حضراتكم ونروح أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة، بتشهد فيها الطريق سيولة مرورية على طول الشارع، وهنلاحظ كمان إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية، كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي وطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة زي ما قلنا كده الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على كافة الأنحاء، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 41، وأعلى درجة حرارة هتكون في قنا 43، وأقل درجة حرارة في مطروح 23 درجة. طبعا معانا تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده بس بعد شويه.